مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا مرحبا بكم. نحن اليوم الحلقه متاعنا في مركز النداء والتوجيه سمي زرع تونس بالتعاون مع بلديه تونس. نحن لهنا في قصر بلديه تونس بالقصبه، هذوما المتطوعين اللي قاعدين يجاوبوا على ال190. تراو الميدسان ريغولاتور من الصميم باش تلقى اطباء، فما طلبه اطباء، باش تلقى دي صيادله، باش تلقى دي بيولوجيست، اي باش تلقى الهلال الاحمر التونسي الموجود بكثافه في هذا المركز هذا، واللي قاعد يعاون 24 ساعه على 24. باش نعملوا معهم شويه حركات رياضيه، لكن باش نسال شويه سؤالات. مشاهدينا الكرام معايا الدكتور فاضل غويل الهلال الاحمر، وهذه اللبسه الحلوه واللي بينيفول، وكيفاش عايشين خاصه في البريود هذه، بريود نتاع الكوفيد. متعايشين لانه حاله ما كناش نتصورها، والحمد لله متعايشين وبالقليب نتاع المتطوعين نتاعنا، وبحبنا للحياه قاعدين نربحوا الحرب نتاعنا على الكوفيد ان شاء الله. أبار مركز النداء اللي بالشراكه ما بين سميوزر وان تونس وبلديه تونس، واللي انتم قاعدين تعاونوا بكل الثقه نتاعكم، لكن عندكم حاجات اخرى قاعدين تعملوا فيها. احنا ما بينا نداء الواجب الانساني كهلال الاحمر التونسي كمنظمه مسانده للسلطات العموميه في وزاره الصحه، الى جانب النداء مع سامي 01 عن النداء نتاع الاسيستانس بسيكولوجيك، الى جانب العمل الاجتماعي اللي نقوموا به بالتنسيق مع السلطات المحليه والجهويه اللي هي بالاعانات، وخاصه نحن دائما في شهر رمضان معروف الهلال الاحمر التونسي هو اول ما بدا فكره مائده افطار رمضان اللي تواصلت، وقاعدين الفطور مش نشدوا ديارنا، قاعدين يوصلوا لاصحاب الحق. كيفاش تعملوا؟ كيفاش تعملوا؟ معناها باش نبسطوا، شنو قاعدين تعملوا كل يوم في رمضان؟ والله توصلوا العشوات للناس، للناس في ديارهم، في ديارهم. وهنا نشكر كل المانحين وخاصة لي تريتور اللي يعاونوا فينا، هذا بالنسبة لتونس الكبرى ما يتفطر رمضان في نهج الباشا، ولكن إلى جانب في كل قطر من البلاد التونسية المتطوعين نتاعنا في الولايات المحلية والجهوية في الميدان يلموا فكرة قفة رمضان، وهنا الحاجة الباهية قاعدين يعقموا فيها قبل ما يوصلوها ويوصلوها لأصحاب الحق. انتم سبورتيفات ولا احنا ما نجموش؟ اذا احنا على الميدان صباح وعشيه وليل ما نكونوش رياضيين، لازم البدن يجاوب، اذا ما نكونوش يتعطوا رياضه. احنا في وقت السلم وقت ما فعلناش الجوائح تلقاهم فما الكامبينغ وفما العمل التيم بيلدينغ في مع الشباب، لانه في تونس ونقولوا احصائيات لازم الساده المشاهدين يعرفوها، عندنا فوق 30% من سنه عندهم ان سيربوا، فوق 15% من الرجال عندهم ان سيربوا وزن زايد، فوق 50% من رجال تونس الدخن، فوق ال 20% من الامراض من التوانسه عندهم مرضى السكري، وفوق من 30% من التوانسه عندهم الضغط الضغط، وفوق 50% عندهم الضغط النفسي. اذا ناخذوا دواء دون بلاش فلوس هو اسمه الرياضه. الرياضه اولا تنحي الستريس، تنحي الوزن الزايد، تنحي السموم والسموم البيضاء السكر والملح، نذوبوهم، ولازم نكون في حاله وعي صحي. وهنا بالبرنامج الكبير والكبير ربي مع المنظمه العالميه للصحه ومع بلديه تونس، هذه صحه بالدنيا، باش نشوفوا حركات بسيطه لا تتطلب سال دو سبور، حاجتي بتافي، حاجتي شربين برشا ماء، وهنا توصيات في رمضان، الماء ثم الماء ثم الماء، لانه كما كنت تحكي في الحلقات الفارته الكوفيد هذايا يكره الماء، ولكن البدن حاجته بالماء، الماء ثم الماء، ونبعدوا على السموم البيضاء الملح والسكر. مشاهدينا الحقيقه خذ لي بقعتي، الحكايه اللي باش نحكيها الكل حكيها، دونك انتم باش تبعوني قدام تلفزكم قدام الوطنيه، الحركات اللي باش نعملوهم سهلين برشا، هذوما الحركات الرياضيه اللي باش تخلي الدوره الدمويه تسرع اكثر واكثر، باش نجموا نصلحوا الجهاز المناعه وزاره الدفاع نتاع بدني، وخاصه في الوقت هذايا. مشيو معايا باش نعملوا شويه حركات. اي سيدي جماعه الهلال الاحمر ورايا اهوما، والموسيقى موجوده وانتم قدام التلفزه وباش تبعوني مع شويه موسيقى سهله. الو باش نمشي لهنا، حتى كي ما تباش مش مشكلة، المهم اتحرك. لا الو سيركل بيدي لهنا، هلا تابع هلا سيركل سيركل اي دبل سيركل دبل تابع دبل سيركل. الو نقعد ديما في الموف ماضي ونجبد ساقي، تالو 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 تابع فوالا، تنفس بالكدا تنفس بالكدا بالكدا بالكدا
تري بيان الوغ اليفاسيون جنوب هز ركبتي الفوق فوق 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 خيابي هذايا سي توجور ان ايشوفمون ايشوفمون اي جو مارش مارش نمشي شوي نفس بالكدا نفس بالكدا الوغ بعد ما عملنا لي موفمون هذوكم نمشيو نمطوا الموسكل هكا لي تيغمون لي تيغمون الوغ نحاول باش نهبط لهنا علاش نختاروا موزيكا هاديه باش نجم نعمل لي تيغمون وبالسياسه بربي ما تضحكوش على الكروش المقدمه معنا ما يسالش ها لا وي اليد الاخرى لا نحاول باش نجبد الهواء اي ندور 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 جوج سقيب لهنا فوالا والطالون يمس في القاع الطالون يمس في القاع فوالا اي لهنا نحاول باش نقدم يدي قدام نرجع سياسة نجبد ساقي لهنا وهذا والبوان دي بيي يرجع ما حشتيش باش نهبط بكل يمين لهنا شوية برك جتيخ اونكور الوغ نجبد الهواء اي جتيخ الوغ لهنا اي يب بيدي هذي فوق اي جو تير نحاول باش نجبد يدي ماكس نطلق يدي الفوق نهبطها اي جو تير فوالا الوغ نحاول باش نقف وقفه صحيحه ساقي محلوله على عرض كتافي اي ناخذ تالون تاعي حاول يدي الاخرى اذا كان ما نجمتش كيف هي انا توا ما لقيتش الكيليبر حط يدك على خشمك سيء اذا كانت تحط يدك على خشمك تلقى الكيليبر ما عادش تقف فوالا نبدل سائق بسياسه تحاول تطلق يديك اي نجبد برشا هواء ونخرج نذكركم ان اذا كان نتنفس بالسياسه ونخرج الهواء بالسياسه فاني قاعد نخدم في ميسكولاسيون قاعد نقوي في الميسكول نتاع القلب الميوكارد والميسكول اذا كان يقوى فانه يستحمل برشا مشاكل على ذاك ديما خذ وقتك باش تنجم تتنفس بالكدا بالكدا ما بخلي كان نقول لكم يعطيكم الف صحه وقبل الشاي طيبه شكرا للهلال الاحمر الو هذوما الناس اللي يخدموا ليلا نهارا 24 ساعة على 24 تلقاهم قاعدين يوكلوا فك ليزاز دياف يمشيوا للديار في الإعانات قاعدين يعاونوا لهنا في قصر البلدية قاعدين يعاونوا في مركز النداء والتوجيه تاع سامي زرو آ مع بلدية تونس. مشاهدينا الكرام ما بقى لي كان نقول لكم شهية طيبة ملتقانا غدوة إن شاء الله مع شخصية رياضية أو شخصية عامة باش نعملوا معاك الحركات الرياضية إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحركات هذوما شهية طيبة للجميع ملتقانا غدوة إلى اللقاء. Ciao.